نتكلم عن نواقض الوضوء. من سمساريكنا نم وضوء مريكنا قارين قلنا. نعم. أولاً الخارج من السبيلين، الخارج من القبل أو من الدبر، سواء من ذكر أو من أنثى. الأنام التكاريم من بين دارين قلنا ولدهم بربط كذا. أنا إلهم شري بنا إلهم شري. أي خارج من السبيلين نأخذ الوضوء. عند بربط إلهم شري وضوء مريكنا. نعم. سواء كان بول أو غائط أو ريح. نعم. هذا معلم إلهم مطرم إلهم دا إلهم وضوء مريكنا. الثاني زوال العقل بنوم أو إغماء أو سكر أو جنون أو مخدر. هذا ولا تنه دندا ما داي كوند بودي نينغه عندنا دام. هذا وركب كوند آي علم شري. هذا لانجيل لهري وستوكل كوند آي علم شري. لانجيل براندو كوند آي علم شري. عند آي علم شري. أما النعاس فأنا أسأل هذا الذي جاء إليه النعاس، هل تشعر بنفسك؟ إذا قال نعم فوضوء صحيح. قال لا وضوء باطل. ഇനി തൂങ്ങി ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അവന് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമസ്കാരം സഹിഹ, വുദു മുറിഞ്ഞിട്ടില്ല നമസ്കാരം സഹിയാകും. ഇനി അതല്ല അവൻ പരിസരം മറന്ന് തൂങ്ങി ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ വുദു ബാത്തിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ മാംസം ഭക്ഷിക്കുക. كان يكون سب الرب مثلا يرتد نسأل عافية السلام وداهرنا ديني لأنه برتبقنا مرتداغنا كارينغا الشيئيغا هذا مضمورين كارينغا ماغو. نعم. أما مس الذكر يستحب له الوضوء والله أعلم. أدوالتنا قهيابيون تودغا هذا مضمورين كارينغا ماغو والله أعلم.